اهلا بيكم معانا في ميد ليرن في الفاست ميد ريفيو. دلوقتي هنتكلم سريعا عن موضوع السيستميك لوبس اريثروماتوزس. السيستميك لوبس كديفينيشن دي عباره عن قلنا انفلاماتوري اميون ديس اوردر ذات افكتس مالتيبل اورجانس اند بودي سيستمز. اتس نوت برايمرلي في الجوينتس اند روماتويد، لا ده دي بتافكت ايه مالتيبل ايه اورجانس. الايتيولوجي بتاعها كان انون، معظم الروماتولوجي عارفين انون. however في some etiological factors may play role or trigger autoimmune response في حالات اللوبس ضد several tissue components. زي ايه الحاجات اللي بالتريجر دي، التريجرز لللوبس؟ السكس هرمونز، عشان كده هي مور كومن في الفيميلز مثلا، غالبا ليها علاقه. الترا فايلت ريز اكسبوجر ليها، الدراجز زي الـ INH هيدرالازين وبروكينامايد، والأشهر ثلاث دراجز يعملوا دراج انديوسد لوبس. واتفقنا الدراج انديوسد لوبس دي احتمال كبير الاقي معاها انتي هيستون انتي بوديز كاركترستيك قوي ليها، او يعني الى حد ما لما بتبقى سببها دراجز بنلاقي انتي هيستون ايه انتي بوديز. بالنسبة لأعراض اللوبس دي، مالتي سيستم ديزيز افكشن، الحقيقة ما بيرحمش تيشو إلا وبيأثر عليه، لأنه فيها زي ما نشوف أنتي نيوكلير أنتي بوديز ضد الإيه الخلايا كلها تقريبا. بص تلاقي الرياكشن اللي حصل ده ممكن يعمل إيه الإنفلاماتوري برولونجد فيفر، دي تيجي بيها ألوبيشيا لو أثر على السكين في السكالب. نيورولوجيكال وسايكاتريك مانيفيستيشنز، ممكن يتاثر البرين. السكين بيجمنتيشن ده تيبيكال معاه بالذات في الباتر فلاي ارياز، ده يعني من اشهر الاعراض بتاع الايه اللوبس. جنرالايز ليمفادينوباثي كرياكشن عام، وتاثر على الهارت، بيريكاردايتس جميع اللايرز، مايوكاردايتس ودي تدخلها في هارت فيلير، واندوكاردايتس كمان، كل اللايرز بتتاخد. سبلينوميجالي برضو كرياكشن للاميون رياكشن اللي حاصل. بلوريزي هنا اهوت، وبلورال افيوجن وانترستيشيال بالمونري فايبروزس قلنا ممكن تحصل. الكيدني بقى برضو من الحاجات الرئيسيه في اللوبس، اللي هي اكيوت جلوميرولونيفرايتس، نيفروتيك سندروم، تقلب بكرونيك جلوميرولونيفرايتس وتدمر الكيدني خالص ورينال فيلير. ارثرالجيا از فيري ريليتيفلي كومن، مش شرط ارثرايتس اساسا، ارثرالجيا يعني بين مش انفلاميشن زي الروماتويد. فاسكولايتس مشهوره معاها برضو في تيشوز كتيره، وممكن هايبر كواجولابيلتي سندروم وانكريس كواجولايشن في التيشوز وثرومبوزس نتيجه وجود حاجه اسمها الانتي كارديوليبين انتي بوديز او اللوبس انتي كواجولانت. هو اسمه كده بس بيعمل كواجولايشن، وشرحنا ليه في الايه في الحصه الكامله. يبقى انا عندي هنا اهوت اللوبس دي قلنا ما بترحمش، دي فيها انتيبوديز ضد المعظم التيشوز ممكن تتكون، فمن برولونجد فيفر لنيورولوجيكال سايكاتريك مانيفيستيشنز لسكين راش في البتر فراي اريا مشهور، للهارت، للسبلين، الكيدني مشهوره جدا تتاخد فيها، وبالاضافه للجنرالايز ليمفادينوباسي واللوبس انتي كواجلانت اللي قلناه، وفاسكولايتس، ارثرالجيا، بلوريزي وبلورال افيوجن. يعني الحقيقه مالتي سيستم ايه ديزيز افكشن زي ما شايفين في الرسمه. ولكن لو تقول لي اختار حاجه، قلنا الراش في البتر فراي اريا والسكين مانيفيستيشنز برولونجد فيفر وسايكاتريك ونيورولوجيكال مانيفيستيشنز، دول ايه مهمين قوي. الانفستيجيشنز بيبقى في انتي نيوكلير انتي بوديز، ولكن دي سنسيتيف نوت سبيسيفيك. يعني ايه نوت سبيسيفيك؟ يعني ممكن الاقيها في امراض ثانيه غير الايه اللوبس. انتي دبل ستراند دي ان ايه، ده حاجه مشهوره جدا، مش سنجل ستراند عكس الفيروس، الفيروس كتير منهم بيبقوا انتي سنجل، دي انتي دبل ستراند دي ان ايه. انتي اس ام انتي بوديز ايفن ذو بتتلاقى في 30% بس اوف ذا كيسز، ولكن موست سبيسيفيك لللوبس، يعني يوم ما الاقيها اقدر احلف انها لوبس. الانتي نيوكلير انتي بوديز ما اقدرش احلف، بس اقول يعني ها احتمال كبير لوبس، لكن احلف بالانتي اس ام انتي بوديز. ممكن كنوع من الانتي بوديز اللي موجود ورياكشن يديني ابنورمال ريزلتس للفي دي ار ال بتاع السيفلس لو تفتكروه، الكوم تيست ممكن نلاقيه بوزيتيف ها نتيجه وجود الانتي بوديز دي. ممكن نلاقي بان سايتوبينيا ها في نتيجه ان الانتي بوديز بتكسر الريد سيلز والبليتلتس والوايت سيلز. الكيدني فانكشن تيست تتعمل عشان اشوف الكيدني اخبارها ايه، ما احنا دي وان اوف ذا ميجر اورجانز فيها اللي بيافكتد هي الكيدني.
ومشهور الاقي زياده في البارشال ثرومبوبلاستين تايم لو كان حاصل ايه اللوبس انتي كيواجلانت ده اللي بيعمل كواجيوليشن، ولكن في نفس الوقت هو بينتر اكت ان سيرتن واي جوه اللابوراتوري ويزود البارشال ثرومبوبلاستين ايه تايم في المعمل. السيرم كومبلمنت ليفلز بتبقى ايه واطيه كاركترستيكالي لو حصل رينال افكشن. يبقى لو انا عندي رينال افكشن السيرم كومبلمنت بيستهلك في الانفلاميشن جوه الكيدني ويبدا يقل في السيرم. ال اي سيل لو تفتكروها كان نيوتروفيل بتنجل في نيوكليير ماتيريال الدي ان ايه اللي ماسك فيه الانتيبودي، يبقى انجلفت بالنيوتروفيلز وبتتصور كده تحت الميكروسكوب اسمها ال اي سيل وفينومينا. كعلاج للعيانات دول او عيانه اللوبس بنبدا يوجوالي برضو بشويه ايه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او سلولي اكتيف انتي سلولي اكتنج سوري انتي روماتويد دراجز زي اللي خدناهم في الروماتويد دي لو في ارثرايتس. لكن ممكن ندي لو دوز كورتيكوستيرويدز لو في مودريت ديزيز اكتيفيتي جنرالايز، يعني في شويه فيفر في اكتيفيتي عامه احنا حاسين ان البودي في رياكشن عام الانفلاميشن ندي لو دوز ستيرويدز. وممكن لو في اكيوت اكزاسربيشن بتدي ميثايل برينزولون بالس ثيرابي، ده ممتاز لو حاصل اكيوت فليرنج ايه او اكزاسربيشن للسيستميك لوبس. واتفقنا لو في كيدني افكشن ها ممكن ندي انترميتنت لو دوز سايكلوفوسفامايد، ده هوت ايه ممكن يبريزر في ريسيرش تقول له ممكن يحمي الكيدني فانكشنز في عيانات اللوبس انترميتنت لو دوز سايكلوفوسفامايد. لكن احيانا احتاج انترافينس سايكلوفوسفامايد لو حاصل افكشن في البرين اللي اسمها لوبس سيربراي، عمليه مرعبه لايف ثريتنينج ايمرجنسي معاه سيفير ديليريوم، وانقاذ العيان ده ممكن يكون بالانترافينس سايكلوفوسفامايد. انتيكواجلانس ممكن تتاخد زي الوارفرين لو في ثرومبوتيك تندنسي قلنا زي اللوبس انتيكواجلانت وكده، وفي نفس الوقت ممكن بلازما فريسز والبلازما بلس اميونوسابريسيف دراجز لو في حاصل كواجيولوباثي يعني بليدنج تندنسي نتيجه ان هي عامله انتيبوديز ضد كواجيوليشن فاكتورز ها وضد البليتليتس، فممكن يحصل بليدنج تندنسي عندها كمان، فدي بتحتاج بلازما فريسز افصل بقى الانتيبوديز دي خالص ومعاها اميونوسابريسيف دراجز في نفس الوقت. فيبقى انا علاج اللوبس زي ما شفنا بيعتمد لو ارثرايتس بس نون ستيرويدال، لو moderate disease activity ندي low dose steroids، لو severe activity عالية جدا methyl prednisolone pulse therapy. الكيدني ممكن أحميها بالسايكلوفوسفامايد orally ها intermittent doses. اللوبس cerebri intravenous cyclophosphamide، وممكن أحيانا لو في coagulation ندي anticoagulants لو في thrombosis لو في bleeding بسبب اللوبس نعمل plasma pheresis وimmunosuppressive drugs. وطبعا مهم قوي ان افويد البريسيبيتيتنج فاكتورز بالنسبه للعيانه زي الترا فايلت رايز والدراجز اللي ستريس بيأثر على الاميون سيستم وممكن يجننه، والاستروجينز يعني نمنع كونتراسيبتيف بيلز. انا افويد الاستروجين الداخلي ازاي بس امنع مثلا ما خليهاش تمشي على كونتراسيبتيف بيلز فهي مش ناقصه يعني. فده بالنسبه لعلاج اللوبس وموضوع مهم جدا نراجعه بسرعة كده ونقلب ايه على الموضوع اللي بعده. شكرا جزيلا.